قامت إدارة مرور القاهرة بحملة مرورية وحملة من إدارة المرافق داخل ميدان العتبة للتيسير على الحركة المرورية بمنطقة وسط البلد، وقد رافقت كاميرا النهار اليوم الحملة. رجال المرافق، المباحث الجنائية، الأمن العام، كل الإدارات النوعية ممثلة في هذه الحملة. الأسواق، احنا هنا بنبدأ حملتنا من ميدان العتبة مرورا بشارع الجيش وشارع وميدان باب الشعرية وميدان الظاهر وميدان الجيش. هذه المناطق تتميز خلال الفترة الأخيرة من شهر رمضان بحركة تجارية عالية جدا. جميع ضباط المديرية بالكامل وقيادتها بالشارع لتسهيل حركة المرور وإزالة جميع المعوقات. إلى الإسكندرية حيث